السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. الإعلان بباريس عن وفاة السياسي والدبلوماسي الموريتاني أحمد بابا والأحمد مسكة بعد الصراع مع المرض. واللموين يدعو إلى الجلوس على طاولة الحوار لتجاوز ما سماها الأزمة السياسية بدل النزول إلى الشارع. المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يختم مهرجاناته بولاية الحوضين والعصابة، والحنان يدعو للاحتجاج السلمي. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن بالعاصمة الفرنسية باريس عن وفاة الدبلوماسي والسياسي الموريتاني أحمد بابا والأحمد مسكة بعد صراع مع المرض. وقد شغل الراحل والأحمد مسكة البالغ من العمر 84 عاما مناصب سياسية ودبلوماسية عديدة قبل وبعد استقلال موريتانيا. رحم الله أحمد بابا والأحمد مسكة. طلب رئيس حزب التحالف الوطني الديمقراطي يعقوب اللمين فرقاء الساحة السياسية الموريتانية بالعودة إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حلول لما سماها الأزمة السياسية بدل النزول إلى الشارع. وقال اللمين خلال أمسية نظمها حزبه بمقاطعة دار النعيم في العاصمة نواكشوط إن موريتانيا تعاني أزمة سياسية تشابكت مع الأزمة الاقتصادية وتسببت في خلق أزمة وصفها بالقوية. هناك أزمة سياسية نتيجة عدم الثقة من بين الفرقاء في البلد والمسيرين، وتشابكت مع الأزمة الاقتصادية وعاد خالقة أزمة قوية في البلد. نحن قسم التحالف الوطني الديمقراطي نطالب جميع الفرقاء السياسيين ونطالب هاي الحشود اللي نلاحظوا في المعارضة وفي الموالاة انها بدل من نزول الشارع واستعراض عضلات قوتها ترجع لطاولة الحوار، إذا تزاحمت العقول خرج الصواب وتتحاور وتخلص بلدها من هذه الأزمة المستفحلة اللي تؤدي إلى انتخابات بلدية ونيابية شفافة يشارك فيها الجميع وطهر الجميع. وطالب من مناضلي ومناضلات حزب التحالف الوطني الديمقراطي أنهم يتجهزوا إلى هذه الانتخابات القادمة. وقال اللمين إن الصدمة التي تعرض لها قطاع المعادن في موريتانيا تسببت فيما أسماه أزمة اقتصادية في البلاد، منتقدا تعاطي السلطات معها، مضيفا أن الخروج من هذه الأزمة يتم عبر خلق فرص عمل وتخفيض الضرائب وأسعار المحروقات. هذه الأزمة التي عانينا بدت نتيجة الصدمة التي تعرض لها قطاع المعادن. بدأ من تقبل الدولة سياسته لإنعاش الاقتصاد لاستيعاب هاي الصدمة عدد سياسة التقشف، معناها تخفيض الرواتب، تسريح العمال، كيت عمال خفر السواحل بالصيف، وزيادة الضرائب اللي أدت لارتفاع الأسعار. هذا أدى لهذه الصدمة، سببت سلسلة صدمات اللي خلقت أزمة في البلد. وبرأي الحزب الخروج من هذه الأزمة لابد أن تعد سياسة انتعاش اقتصادي، هو زيادة الرواتب، هو التشغيل، خلق فرص عمل، هو تخفيض الضرائب، هو تخفيض أسعار المحروقات، وللعجز لا يسبوا هذا الانتعاش، لا يعوضوا النمو الاقتصادي، لا يتخطوا هذه الثروة اللي خلقها هذا الانتعاش الاقتصادي. هذا نوع السياسات هو نجاح عدة دول. اختتم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة مهرجاناته في ولايات الحوضين والعصابة بمهرجان نظمه في مدينة كيف عاصمة ولاية العصابة. ودعا الرئيس الدوري للمنتدى صالح الحنان إلى الاحتجاج السلمي في سبيل الحصول على الحقوق، مضيفا أنه لا يعقل أن تكون موريتانيا دولة ثرية وشعبها فقير، فيما انتقد غلاء أسعار المحروقات. نختار نذكركم ولا بدالي نكررها، وسمحوا لي نكررها، أعلنكم مطالبين كيف مطالبين احنا
واحنا الى جانبكم وقدامكم وراكم بعلنكم تعرفوا علنكم حقوقكم لين ما تطالبوا بها ولين ما تعبوا عن ارائكم في الشارع من خلال المظاهرات السلميه والاحتجاجات السلميه ورفض الواقع ورفض الظلم والوقوف وفشل الاداره الظالمه على الكمله التمول لا في الحاله واحنا ما نقابلكم التمول في الحاله. احنا ما نقابلين تعود موريتانيا دوله غنيه وهي غناها ما معروف مشفاش. كيف قال قبيل حد من الرؤساء ما لنا قابلين يعود ليتر قزوان ينقبض من كل واحد منا غصبا عنه ينقبض منه 250 وقية عليه وهذا حد جمعه يلحقوا 12 مليار في الشهر و150 مليار من وقية للسنة. أطلقت الرابطة الموريتانية للفرانكوفونية أسبوعا وطنيا لتخليد اليوم العالمي للفرانكوفونية الذي يصادف 20 مارس، احتفاء بتجربة الثقافة واللغة الفرنسية بما تحمله من تعددية وتنوع في البلاد. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. حركة الفرانكوفونية أو منظمة الفرانكوفونية هي كيان سياسي وثقافي دولي ذو أجندة ثقافية وحضارية تأسست في 20 مارس 1970، ومنذ ذلك التاريخ يعتبر هذا اليوم يوما عالميا للاحتفال بهذه الأطروحة ذات الأبعاد الثقافية والسياسية والحضارية للدول المشكلة للمنظمة. يعتبر الجيولوجي الفرنسي أنسيم ريكولوس أول من نحت مصطلح الفرانكفونية، وذلك في العقد الأخير من القرن 19 الميلادي، ثم أتى عليه حين من الدهر مطمورا إلى أن ابتعثه من مرقده الرئيس السنغالي ليبود سينغور بدءا من العام 1962. بعد استقلال الدول الإفريقية وبروز إشكالية تعويض غياب الجيوش الفرنسية عن القارة الإفريقية، رعت وزارة الخارجية الفرنسية منظمة الفرانكفونية لتشكل ذراعا سياسيا مساندا يوحد العديد من المنظمات والأنشطة والمشاريع الفرنسية في البلاد التي كانت محتلة أو ما يسمى ببلاد ما وراء البحار. ووجدت المنظمة دعما قويا من أنظمة ما بعد الاستقلال، حتى أثر عن الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة قوله: إنني أنا الذي تزعمت الحركة المنادية بالفرانكفونية، فالرابطة اللغوية التي تجمع بين مختلف الأقطار الإفريقية أمتن من روابط المناخ أو الجغرافيا. هذا الانبعاث للفرانكفونية المرتبط بأجندات دولية ذات أهداف في التنافس الدولي بين الثقافات وذات بعد يكرس خيارا مناهضا للهويات الوطنية للشعوب المستعمرة، أثار باستمرار اشمئزاز النخب والشعوب من هذه الأجندات، خصوصا أنها فيما يتعلق بالمغرب العربي وإفريقيا تعتبر خصيما حضاريا ومسؤولا عن إرث تاريخي سيء من الجرائم والتخريب للبلاد المستعمرة. بينما يرى رأي من داخل القناعة بالرسالة الثقافية الصرفة للفرانكفونية أن مرور 100 عام على تأثير الثقافة واللغة الفرنسية يجعلها جزءا من نسيج الإرث الحضاري للبلدان الفرانكفونية، مما يتطلب التخلص من سلبيات إرث الماضي والانفتاح على اللغة والثقافة بوصفها تراثا وثراء مشكلا لحقب وعقود من الهوية الوطنية الجديدة للبلدان المستقلة. يختلف تقييم واقع المرأة الموريتانية من منظمة سياسية وحقوقية لأخرى، حيث ترى المعارضة أنها لا تزال تعاني واقعا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا صعبا، فيما يرى النظام والمقربون منه أن المرأة في ظل النظام الحالي حصلت على مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية كثيرة. نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي. الحضور السياسي للمرأة والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها موضوع يأخذ حيزا من اهتمام النساء الموريتانيات هذه الأيام، وهن يخلدن ذكرى اليوم الدولي للمرأة. ويختلف تقييم واقع المرأة في موريتانيا من منظمة لأخرى ومن فصيل سياسي وحقوقي إلى آخر، فهي من وجهة النظر المعارضة تواجه تحديات جمة على مختلف المستويات والأصعدة. إذ لا زالت المرأة تعاني التمييز ضدها في الإدارات الرسمية وفي الأحزاب وهيئات المجتمع المدني، وهو ما يتطلب جهدا موحدا وفاعلا. وكذلك تعاني المرأة من الغياب عن مركز القرار والمشاركة الحقيقية في توجيه وصناعة مستقبل البلد، وتعاني من الجهل والأمية وارتفاع نسب التسرب المدرسي، وهو ما يتطلب تنسيقا أيضا وتكاتفا في الجهود. وتعاني كذلك من الفقر والفاقة بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وغياب السياسات الجادة. أما وجهة النظر الموالية فتقول إن المرأة استطاعت في ظل النظام الموريتاني الحالي تحقيق جملة من المكتسبات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرزها أنها أضحت تشغل مواقع في مختلف المناصب السياسية.
لقد حظيت المرأة الموريتانية في عهد فخامة رئيس الجمهورية الأخ محمد العبد العزيز بعناية خاصة تجسدت في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فولجت بنسب معتبرة إلى مراكز هامة في صنع القرار من وزيرة إلى مفتشة عامة للدولة، وحضرت على رأس البعثات الدبلوماسية كسفيرة وممثلة لبلادنا في منظمات دولية، كما سجلت أيضا حضورا بارزا في الوظائف الانتخابية كرئيسة للمجموعة الحضرية على سبيل المثال. وبين الرأيين يبرز طرح ثالث يقول إن المرأة الموريتانية حصلت على بعض المكتسبات والحقوق لكن لما تصل بعد السقف الذي تطمح إليه، وفوق ذاك فإنها لا تزال تواجه تحديات عديدة في القرى والأرياف، حيث صعوبة الأوضاع وجسامة المسؤوليات وظلامية الأفق. إلى الشأن الفلسطيني، حيث داهمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الأحد عدة بلدات في القدس والضفة الغربية المحتلتين، واعتقلت ما يزيد على 10 شبان فلسطينيين بتهمة التحريض على الأمن الإسرائيلي في إطار حملة اعتقالات يومية تشهد تصاعدا منذ بدء الانتفاضة. نتابع. داهمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الأحد عدة بلدات في القدس والضفة الغربية المحتلتين في إطار حملة اعتقالاتها اليومية التي تشهد تصاعدا منذ بدء انتفاضة القدس أكتوبر الماضي. وتوغلت دوريات الاحتلال في حي الضاحية بمدينة نابلس واعتقلت الشاب ضياء عكوب ذي 21 عاما بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عورتا جنوب شرق المدينة وداهمت عددا من المنازل وفتشتها. وتوغلت قوات الاحتلال في بلدات زبدة والطرم وظهر العبد التابعات ليعبد ونصبت حواجز عسكرية في الطرق المؤدية إليها، حيث وصلت جملة المعتقلين لما يقارب العشرة. إلى ذلك كشفت إحصائية مفصلة لصحيفة يدعوت أحرنوت العبرية عن مصرع 34 صهيونيا وإصابة 342 خلال 5 أشهر من انتفاضة القدس. وبحسب الإحصائية التي نشرتها الصحيفة في عددها الصادر الأحد، فإنه منذ مطلع تشرين أول أكتوبر الماضي فإن الإصابات من بينها 37 حالة خطرة وثمان إصابات متوسطة إلى خطيرة و54 إصابة متوسطة و13 إصابة ما بين متوسطة إلى طفيفة و230 إصابة بصورة طفيفة و115 إصابة نتيجة الهلع. وأفادت الصحيفة في إحصائيتها بوقوع 74 عملية دهس و33 عملية طعن و71 عملية إطلاق نار و1400 عملية إلقاء زجاجات حارقة، إضافة إلى 168 عملية إلقاء عبوات. وبخصوص التوزيع الجغرافي لهذه العمليات، أوضحت الصحيفة أن 1300 عملية وقعنا في محافظات الضفة الغربية، فيما وقعت 360 عملية في القدس، ووقعت 4 عمليات في تل أبيب، وثلاث عمليات في رعنانة، وعمليتان في كل من بتاح تكفى والرملة، وعملية واحدة في كل من العفولة ونتانيا ورشون لتسيون ومودعين وبيت شيمش وعسقلان ورهط وبئر سبع. رياضيا، من المقرر أن يكشف مدرب منتخب المرابطون كوريتان مارتينيز عن تشكيلته لمواجهة منتخب الغامبي في 25 من الشهر في 25 من شهر مارس الجاري في إطار تصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2007 بالغابون. وتعتبر بطولة الأمم الإفريقية آخر بطولة ينافس عليها منتخب المرابطون بعد خروجه من بطولتين سابقتين. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. ساعة قليلة تفصل المنتخب الوطني المرابطون عن لقاء غامبيا، كما يقول ذلك المشجع الذي ينتظر 25 من شهر مارس على أحر من الجمر، بعد أن تحصر على الخروج على يد الماليين من بطولة المحليين وفي عقر داره. وحين فتح عينيه على شق الحكاية الآخر طار نسور قرطاج بما تبقى من أمانه. هي أيام قليلة تلك التي تفصل المنتخب الوطني عن آخر محطاته في هذا العام وآخر آماله أيضا في البطولات القارية التي شارك فيها طيلة العام المنصرم والحالي. في 25 من شهر مارس الجاري ستتحرك عقارب ساعة الحسم في آخر بطولة ينافس عليها المرابطون. سيحل المنتخب الغامبي أو منتخب العقارب كما يطلق عليه ضيفا على المرابطون في لقاء الذهاب هنا في الملعب الأولمبي، ويحمل معه رسالة من أبناء مانديلا شديدة اللهجة بعد خيبة أمل الثلاثية التي لم تكن في حسبان آخر المتنبئين من جيل البافانا بافانا.
وأخرى من أسود الكاميرون، مفادها كان أكثر وضوحا هو أن الحظ لعب دورا كبيرا في حسم النقاط الثلاث هناك في يواندي، ولذلك وجب الحذر من هذا القادم أو الوليد، لا سيما حين يكون على أرضه. الغامبيون يتقاسمون تاريخ مشاركاتهم مع المرابطون، لهم وصلوا لبطولة الأمم الإفريقية طيلة تاريخهم، ولهم وصلوا حتى لمشارفها. إذن المنتخبان يتشابهان ويتقاربان في الفوارق، لكن المرابطون في المركز الثاني خلف المتصدر الكاميرون، وثلاثية نقاط اللقاء تشغل الكبير قبل الصغير، وتشد لها الرحال من كل حدب وصوب. فهل ينجح الهادئ ابن مدينة الأنوار كورينتان مارتينز في إعادة سيناريو مباراة جنوب إفريقيا وبطريقة بطيئة دون أن يلفت انتباه العقارب الغامبي؟ طبعا تأتي تشكيلة المرتقبة لمنتخب المرابطون على في إطار تصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2017 بالغابون. احتفت شبكة الصحفيات الموريتانيات بصحفياتها الفائزات بجائزة المرأة المتميزة التي تقدمها مجموعة الواكشوط الحضرية بمناسبة ذكرى اليوم الدولي للمرأة. وأشادت رئيسة الشبكة مريم الدمود بدور الصحفيات المكرمات وتميزهن في المجال الصحفي الذي يعملن فيه. مجالهم المثالية ثلاث صحفيات وكلهم متميزات، الحظ فقط هو الذي يجعل هذه هي الأولى وهذه هي الثانية وهذه هي الثالثة، إذن هن متميزات على كل حال. وفعلا في الصحافة كانت الجائزة الأولى لمامو كوني وهي متميزة، تميزة خلقا وخلقا وحضورا ووجودا عطاء وأداء، متميزة بكل المقاييس، متميزة بشهادتنا عملت معنا في مكتب تنفيذ الشبكة، متميزة بشهادة زملائها في القنوات الساحل وفي كوب تنوير، متميزة أيضا بشهادة جمهورها وبصدرها الرحب الذي أسمت به برنامجها، إذن هي متميزة قطعا. الجائزة الثانية لزميلتي ميمونة متسيد العمر وهي أيضا متميزة، متميزة صوتا. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. الإعلان بباريس عن وفاة السياسي والدبلوماسي الموريتاني أحمد بابا والأحمد مسكة بعد الصراع مع المرض. واللموين يدعو إلى الجلوس على طاولة الحوار لتجاوز ما سماها الأزمة السياسية بدل النزول إلى الشارع. المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يختم مهرجاناته بولايات الحوضين والعصابة، والحنان يدعو للاحتجاج السلمي. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثانية موجز إخباري بحول الله. دمتم في أمان الله. طيب المنام.